بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الأول الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع درس جديد من دروس الرياضيات بعنوان المجسمات. والفكرة الرئيسية في الدرس هي أن أتعرف على بعض المجسمات مثل المكعب والكرة والمخروط والأسطوانة. المكعب والكرة والمخروط والأسطوانة. الشكل الأول يا شباب هذا هو شكل إيش؟ المكعب. المكعب موجود في بعض ألعاب الأطفال، بعض الألعاب يكون على شكل مكعب، أو مثل شكل الهدية أحيانا بيكون شكل الهدية على شكل مكعب زي هذا الشكل. المجسم الثاني هنا هو إيش يا شباب؟ الكرة، مثل كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة. الشكل المجسم الثالث هنا هو المخروط، ويشبه إيش يا شباب المخروط؟ يشبه القبعات حقت الأعياد والاحتفالات وكذا، ويشبه البسكويت حق الآيس كريم وكذا. طيب، وآخر شكل هو شكل الأسطوانة، ويشبه الكوب أو علب العصير وأشياء كثيرة. طيب، لنرى يا شباب. الشكل الأول قلنا اسمه إيش يا شباب؟ مكعب. المجسم الأول اسمه مكعب وهذا شكله، والمجسم الثاني كرة، نعم، والمجسم الثالث مخروط، والمجسم الرابع إيش؟ أسطوانة. والفرق يا شباب بين المجسم والشكل، المجسم له ثلاث أبعاد وله جسم، يعني أقدر أمسكه، له عمق في الداخل أقدر أمسكه بيدي، عكس الأشكال. طيب، فهندرس اليوم المكعب والكرة والمخروط والأسطوانة. تعالوا يا شباب نوصل كل شكل بالشكل اللي يشبهه، كل مجسم بالمجسم إيش اللي يشبهه. عند المجسم الأول قلنا هو المجسم اسمه إيش يا شباب؟ المكعب. أدور في هذه الأشكال على الشكل اللي يشبه المكعب. هذا الشكل يشبه المكعب يا شباب؟ لا، هذا الشكل يشبه المخروط، أحسنتم. طب هذا الشكل يشبه المكعب؟ لا، هذا الشكل يشبه ايش؟ الأسطوانة، أحسنتم. هذا الشكل يشبه المكعب؟ ايوه، هذا مكعب الأعداد. نوصل على ايش؟ المكعب. طيب، الكرة، مين في هذه الأشكال يشبه الكرة؟ هذا الشكل الأول ولا الثاني ولا الثالث يا شباب اللي يشبه الكرة؟ الثالث، أحسنتم. نوصل الكرة على الكرة. طيب، هذا إيش يا شباب؟ قلنا المجسم هذا اسمه صح مخروط. طيب المخروط هذا، المخروط ها الشكل يشبه المخروط هذا ولا هذا؟ المخروط القبعة هذه تشبه المخروط. باقي الشكل الأخير وهو شكل إيش يا شباب؟ الأسطوانة. مين هنا الشكل اللي يشبه الأسطوانة؟ أيوة، العلبة هذه تشبه الأسطوانة. أحوط المجسمات التي لها الشكل نفسه. عندي شكل هنا يا شباب، شكل أسطوانة، أحسنتم. أدور في المجموعة اللي قدامها على الأشكال اللي تشبه الأسطوانة. شكل هذا يشبه الأسطوانة يا شباب؟ لا، هذا شكله يشبه، هذا المجسم يشبه إيش يا شباب؟ يشبه الكرة. لأن ندور على اللي يشبه الأسطوانة. هذه العلبة تشبه الأسطوانة؟ نعم، قبل شوية درسناها. طيب، هذا المجسم يشبه الأسطوانة؟ لا، هذا يشبه المكعب. احنا ندور الأسطوانة. هذا السطل يشبه الأسطوانة؟ نعم، وحوض. طيب، هنا يا شباب التدريب الثاني. شكل هذا يا شباب المجسم هذا، شو اسم المجسم هذا؟ مخروط. أدور على الأشكال اللي تشبه المخروط. هل هذه تشبه المخروط؟ نعم، أحسنتم، أحوطها. طيب، هل هذا الكوب يشبه المخروط؟ هذا الكوب يشبه المخروط؟ لا، يشبه إيش يا شباب؟ الكوب يشبه إيش؟ الأسطوانة، أحسنتم. هل هذا المجسم يشبه المخروط؟ لا، هذا إيش؟ كرة. هل هذا المجسم يشبه المخروط؟ نعم، يشبه المخروط، وحوطه.
شوف التدريب اللي بعده. احوط المجسمات التي لها الشكل نفسه. ها هذا الشكل شو اسمه؟ المجسم هنا شو اسمه؟ احسنتم، الكره. نشوف اللي يشبه الكره. البرتقاله تشبه الكره ولا لا؟ نعم، حوطها. هذا المجسم يشبه الكره؟ لا. هذا المجسم، هذا المجسم يشبه ايش يا شباب؟ المخروط. احسنتم. طيب هذا المجسم يشبه الكره؟ لا. هذا المجسم يشبه ايش؟ المكعب. هذا المجسم يشبه الكره؟ لا. يشبه ايش؟ الاسطوانه. نشوف هنا المكعب، نرى اللي يشبه هذا الشكل، هذا المجسم، هذا اللي يشبهه. الاسطوانه تشبهه؟ لا. هذا شكل المكعب، ادور الشكل اللي يشبه المكعب. هذه كره القدم. لا يا استاذ. طيب الهديه هذه، احسنتم، الهديه تشبه الايش؟ المكعب. هذا المجسم يشبه المكعب؟ لا. احسنتم. وسمي اشياء من حولي لها شكل مكعب. تدور انت عندك في البيت والاشياء من حولك، دور على اشياء تشبه شكل المكعب من العابك، من الاشياء الموجوده في المنزل. ابحث عن اشياء تشبه المجسم ثم ارسمها. عندي ادور على شيء يشبه المجسم وارسمه. المجسم هذا وش اللي يشبهه؟ ايوه، خليني ارسم انا شكل يشبه هذا المجسم، وانتوا قولوا لي وش الشكل هذا. عفوا، برسم انا شكل يشبه المجسم هذا. انت كمان فكر في شكله وارسمه. لا ابغى اللون الاسود، بغير اللون بس يا شباب، دقيقه. حط اللون الاسود عشان الشكل اللي انا اسويه هيكون لونه اسود. شكل لونه اسود، انتوا قولوا لي هذا الشكل شكل ايش. عشان يطلع بس مظبوط. طيب أنا رسمت الآن يا شباب شكل يشبه شكل المكعب، ومطلوب منكم تقولوا لي هذا شكل إيش. فكروا فيه كده وقولوا لي هذا الشكل هو شكل إيش. هذا الشكل يشبه المكعب، قولوا لي الشكل هذا هو شكل إيش. أنتوا كمان فكروا، كل واحد يفكر في شكل وترسمها، وأبغى أشوف هذه الأشكال على الخاص. طيب الشكل هذا يشبه ايش يا شباب؟ احسنتم، الكعبة. صح. طيب تقريبا على شكل مكعب. خلينا اشوف بعض الاشكال اللي هتسووها انتم يا شباب. الشكل الثاني، ابحث عن اشياء تشبه المجسم ثم ارسمها. يلا يا شباب هنشوفكم ايش الاشياء اللي هترسموها تشبه المكعب. طيب انا برسم هنا مو المكعب، الاسطوانه، شكل الاسطوانه، الاشياء اللي تشبه شكل الاسطوانه. ابحث عن اشياء تشبه المجسمه ثم ارسمها. المجسم اللي عندي هنا هو الاسطوانه، بابحث عن شيء يشبه الاسطوانه وارسمه. انا هنا بسوي شيء معين يشبه الاسطوانه. رسمت شيء يشبه الأسطوانة، وهو إيش يا شباب؟ كوب. أحسنتم، كوب. طيب أنت كمان أرسم أشياء، دور على شيء يشبه الأسطوانة وأرسمه.
أبحث عن أشياء تشبه المجسمة ثم أرسمها. المجسم هذا يا شباب، ما اسم المجسم هذا؟ ها؟ مخروط. أدور على أشياء تشبه المخروط، ممكن أرسم زي كده، أسوي دائرة، أخذ زي سبعة كده تحت يا شباب، العدد سبعة، خليني أسويها وبعدين تقولوا لي هذه تشبه إيش؟ رسمت كده، ويمديني أرسم فوق الشكل هذا أو أمسحه عشان يكون شكل المخروط فقط. يلا يا شباب قولوا لي الشكل هذا شكل إيش؟ ها؟ صح، بسكوت حق الإيش؟ حق الآيس كريم. طيب نشوف التدريب اللي بعده. أبحث عن أشياء تشبه المجسم ثم أرسمها. أدور على أي شيء يشبه المجسم هذا وأرسمه. أنا بأرسم، خلينا نختار نفس اللون. المجسم هذا شو اسمه يا شباب؟ كرة. أدور على شيء يشبه الكرة ثم أرسمه. رسمت أنا شيء، ممكن ألونه باللون البرتقالي. الشكل هذا بيكون إيش يا شباب؟ الشكل هذا بيكون إيش؟ برتقالة، ولونها باللون البرتقالي، أو أشوف أي شكل يشبه الكرة وسويه باللون البرتقالي. لو إني أسوي برتقالة طبعاً، لو أسوي أي فاكهة تاني تشبه الكرة بلونها باللون حقها. أصنف المجسمات إلى مجموعتين. أحوط المجموعة الأولى بخط أخضر والمجموعة الثانية بخط أزرق. طيب يا شباب نشوف هنا هذا الشكل، هذا المجسم شو اسمه؟ مكعب، وهذا مكعب، أحسنتم. وهذه كرة، أحسنتم. وهذه كرة، أحسنتم. وهذا مكعب. لو أنا لو إني الحين أقسمهم إلى قسمين، أقسمهم إلى قسمين مجموعتين، هيكون مجموعة إيش ومجموعة إيش؟ أحسنتم، مجموعة المكعبات ومجموعة الكرة. نعطي للمجموعة الأولى اللون الأخضر، ونعطي للمجموعة الثانية اللون الأزرق. نأخذ المجموعة الأولى باللون الأخضر، وهي مجموعة إيش يا شباب؟ مكعبات باللون الأخضر، هذا مكعب وهذا مكعب، وهذا باللون أخضر؟ لا، وهذا؟ لا، وهذا مكعب باللون الأخضر. والمجموعة الثانية باللون الإيش؟ الأزرق. أخذ الأزرق ولون المجموعة الثانية، هي مجموعة إيش يا شباب؟ الكرات، أحسنتم، باللون الأزرق. الكرة الأولى باللون الأزرق، والكرة الثانية باللون الأزرق. أشرح كيف صنفت هذه المجسمات. صنفت المجسمات إلى مكعبات وإيش يا شباب؟ وكرات. أكتبوا إلى صنفت المكعب، صنفت المجسمات إلى مكعبات وكرات. هنا مكعبات، غير مكعبات، مكعبات. هذه ماء بس القلم يعني. مكعبات و هذه و كرات. وإلى هنا نكون قد أنهينا درس اليوم، أرجو أن تكونوا قد استفدتم منه. شكرا لكم، وإلى لقاء آخر في درس جديد من دروس الرياضيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.